بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. ورشتنا النهاردة إن شاء الله هنشتغل أنسيال من احجار الجاسبر مع الكريستال الصغير باللون الموف او الكشمير الغامق. هنحتاج واير لضم عادي، كمان الصافة وزرادية خشنة، هنحتاج ستوبر، هنحتاج طبعا الاحجار. يعني انا هستخدم النهاردة الاحجار اللي انتوا شايفينها، انتوا ليكوا كامل الحرية في اختيار الاحجار. هحتاج حلقتين او زرادتين، ومعاهم كمان قفل من النحاس الواحد ملي. المفروض ان انا كنت انا الاحجار دي بحب اشتغل بيها بالاستيك، لكن للاسف الاستيك بيبقى مش امن قوي او ممكن يتقطع، فاحنا مضطرين لو احنا حابين ننزل شغل الافضل ان احنا نشتغله بالواير، هيديني نفس النتيجه وهيبقى طبعا امن بكتير من الاستيك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي على طول نشتغل الانسيال بتاعنا. هاجي هعمل كده، هقفل من ناحية وهبتدي اشتغل من الناحية التانية. هاخد الستوبر، طبعا دي طريقة التقفيل العادية، باخد الستوبر بتاعي جوه الواير بالشكل ده، وبعدين كمان باخد الحاجة اللي هقفل عليها سواء كانت سلسلة او زردة بالشكل ده، وهبتدي ارجع فيها تاني. يعني هلف كده وهقفل بالشكل ده، وهسيب مسافة بسيطة ملي او 2 ملي بين الحلقة وبين الستوبر اللي انا هقفله. وبضغط بالزرادية الخشنة فبيقفل معايا على طول. هبتدي بعد كده هعمل، طبعا انا معايا شوية كريستال نفس اللون او قريب اللون قريب من لون الجاسبر اللي معايا ده الحجر. هاخد بالظبط كده، عديت الاحجار اللي معايا لقيتهم 12 جاسبر و4 كريستال كبير والباقي صغير، فهعمل كده، هاخد حجر كبير يعني بين كل حجرين كبار احط حجر صغير كأنه فاصل، وبعدين الاربع احجار او الاربع كريستالات اللي باللون ده هفصل بيهم في النص، يعني يعملوا زي سنتر بيس بالشكل ده. فهعمل كده، كنت احط فواصل ذهبي، وبعدين لما لقيتها من نفس اللون كده حسيت ان هي احلى، فابتدي اشتغل كده. هاخد 2 كبار بينهم واحدة صغيرة، هشتغل كده لغاية النص معاكم. الاستيك طبعا من الحاجات اللي ما بنستغناش عنها، بس فعلا بتبقى مشكلتها ان هي بتبقى ضعيفة. بجيب استيك تقيل، لان طبعا الاستيك كمان فيه تخانات، بيبقى فيه لحد 1 ملي بس، برضو مع اللبس ممكن يتأثر ويتقطع او مع كتر الشد فيه، مع انه اسهل طبعا في اللبس اكتر بكتير من الحاجات اللي ليها قفل، بس مضطرين نعمل ده عشان تبقى الشغل بتاعنا جودته عالية. 4 5، هنحط الستة كده، يبقى 6 يمين و6 شمال، يبقى كده ال 12 حجر بتوعنا، وبعدين في النص هحط الكريستالات دي بالشكل ده كده، يعني اعمل شكل مختلف في النص.
وبعدين بعد ما اخلص كده انا المفروض خلصت النص، والنص التاني هكمله بنفس الشكل، فهطلع بره الكادر وهطلع بره الكاميرا. هركب باقي الاحجار عشان وقت الفيديو بقى قصير، وارجع لكم نقفل الانسيال بتاعنا تشوفوا النتيجة عاملة ازاي. كده دي اخر كريستالة، هبتدي اركب نفس اللي هنا هركبه في النص التاني ونقفله مع بعض، هرجع لكم تاني. بصوا كده غيرت في السنتر بيس، بدل ما احط واحدة وواحدة عشان يبقوا نفس الشكل اللي هو في الجنب، هعمل حاجة حلوة. شايفين الستوبر ده؟ هعمله هو الفاصل بين الاربع كريستالات اللي هم السنتر بيس بتاعتي، عشان اعمل سنتر مختلفة تديني شكل مختلف عن جناب الانسيال. بصوا انا اوقات بستخدم الستوبر ده كأنه فاصل، هو بيبقى صغير مش باين، لكن بيدي ضي حلو، بيعمل افكت حلو قوي في التصميم. فكل اللي هعمله ان انا بدل الكريستال هعمل كده. بصوا شايفين النتيجة، وبعدين هكمل الجناب عادي اللي هو ال 12 الجاسبر هكملهم عادي، لكن النص هخليه بالشكل ده كده، وهكمل باقي الاحجار بتاعتي النص اليمين زي النص الشمال اهو، لان طالما عامله سنتر بيس او عامله جزء في النص مختلف يبقى اخليه فعلا شكله مختلف. مش عارفة على الخلفية البيضة باين او على الخلفية الغامقة زي ما انتم شايفين كده اهو. فعملت اختلاف شوية، حبيت برضو اقول لكم عليه، كنت هقول لكم في اخر الفيديو بس حبيت اوريكم اثناء الشغل كده. بس كده هكمل وخلاص، هيبقى بمنتهى البساطة فكرة الانسيال بتاعنا. وهركب قفل، ومش هركب حلية او سلسلة دلاية كده نازلة، طبعا دي حاجة ترجع لكم. انا بحاول اختلف يعني اعمل كل واحد ليه شكل مختلف، فحابة اعمل ده بالشكل ده كده. وتقريبا خلاص خلصت، هقفل بشكل بسيط خالص. دي اخر حجر معايا، هقفل وهركب القفل بالشكل برضو بنفس الطريقة، بس اهم حاجة نظبط من هنا عشان الواير ما يكونش طلع ولا حاجة. وهاخد حلقة او هاخد الستوبر وبعدين الحلقة دي، وهبتدي ارجع فيها تاني، هقفل عادي خالص. وبكده الانسيال بتاعي بمنتهى البساطة، ما خدش مني 5 دقايق ولا 10 دقايق شغل، هي بس الفكرة. ولما اجي اطلعه زي ما احنا متفقين دايما نطلع الواير في بعد ما بحطه جوه الستوبر، برجعه في حجر من الاحجار الاخيرة، بحيث ان هو يداريلي الجزء اللي انا هقصه، بحيث ان لما يجي ساعة الاستخدام ما يبقاش باين خالص، وتبقى تشطيب نظيف للشغل بتاعي. هشد بس كده واظبط، واخلي فيه راحة بس بتاع 2 ملي، بحيث ان انا لو التنى ما يتقطعش. هعمل كده وهقفل الستوبر بتاعي عادي خالص، وهبتدي اركب القفل. كده قفل النحاس، حابين تركبه طبعا القفل البغبغان او قفل عادي براحتكم، لكن انا بحب اركب برضو في الشغل اللضم نحاس، لان ده بيبقى عنوان شغلي كده. هقص الزيادة هنا بس كده، يبقى خلاص فكرة الانسيال بتاعنا النهاردة وشكله والنتيجة بتاعته. حاول بس اقص كده، ولو ما نفعتش ممكن اجيبها بالقصافة اللي هي عارفين قصافة الضوافر، ممكن ادخل بيها كده واجيب بيها اخر جزء ده اللي هو الصغير قوي ده. بس كده وهيبقى ده الانسيال بتاعي كده.
كده اهو، ده السنتر اللي عملناه مع بعض بشكل مختلف عشان يبين ان احنا حاطين زي وحده مختلفه في النص طبعا، وده شكل الانسيال في النتيجه في الاخر. يا رب يعجبكم، لونه حلو جدا، شكله حلو في اللبس كمان، بسيط وسهل واحلى معمله بالاستيك ويتقطع واقدر اعرضه بشكل قيم وبشكل محترم. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو وشير للفيديو كمان وللقناه عشان الكل يستفاد، ولو لسه ما اشتركتش شايف القناه هتفيدك يا ريت تشترك. اتمنى لكم التوفيق، ما تنسونيش من دعواتكم. متشكره قوي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.